أعزائي متابعين أهل مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في نشرة إخبارية جديدة هنرصد لكم خلالها عدد من الأخبار المختلفة في عدد من المحافظات. تقدروا تتابعونا وتتابعوا كل الأخبار الحصرية أول بأول ولحظة بلحظة على موقعكم أهل مصر نيوز دوت كوم. الساعات الأخيرة مصر كلها كانت بتتكلم عن واقعة سيدة القطار. موقعة سيدة القطار هو قطر كان طالع من المنصورة للقاهرة ووقف في محطة المحلة الكبرى، وقام كومساري بالتهكم أو بالتحدث مع أحد جنود القوات المسلحة داخل القطار بطريقة غير آدمية، وقرر إن هو يدفع حق التذكرة اللي هي 22 جنيه واتكلم معاه قدام الجميع وأحرجه وتسبب في يعني مشادات ما بينهم وبين بعض. تدخلت السيدة اللي هي اسمها صفية إبراهيم، تدخلت وقامت بدفع مبلغ ال 22 جنيه وقامت بالدفاع عن الجندي. السيدة صفية إبراهيم هي إحدى السيدات في مدينة المحلة الكبرى، كانت ذاهبة لفرح ابن شقيقتها في محافظة المنوفية، هي إحدى المعلمات في محافظة الغربية. كمان كان معانا تصريحات لها وقالت تخيلت إن ابني مكانه مكان المجند والكمسري أصر على إهانته، وعشان كده قررت دفع لي مبلغ 22 جنيه ثمن التذكرة. وكمان كان معانا تصريحات خاصة جدا من مصور الفيديو اللي عمل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهو المهندس شادي بلال، هو شاهد عيان عن الواقعة من بدايتها اللي أكد وقال إن كمساري القطار أصر على إهانة المجند وكل ده بسبب 22 جنيه، ولما تحدثنا معاه قال لنا محدش له دعوة أنا بطبق القانون، وكمان اتكلم مع المجند بأسلوب لا يليق، ولما كان بيقول له نزل الكمامة سألناه فين كمامتك قال له مفيش الكلام ده إحنا ما بنلبس كمامات. بطل الواقعة وهو عادل فاروق كمساري القطار اللي ظهر لينا بفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال أنا بعتذر عن الواقعة واللي حصل دي كانت زنة لسان وده من ضغط العمل، وإن هو بيشكر القوات المسلحة وبيطالب بالسماح وإن الحكاية دي مش هتتكرر تاني، وكمان قال إن المجند ده زي ابنه وعمل كده من ضغط الشغل وهو لا يقصد الإهانة للقوات المسلحة، وهو كمان بيحب الجيش المصري وكان أحد أفراده من 29 سنة، وكمان طالب الناس بسماحه وأكد إن الحكاية دي مش هتتكرر تاني. وكمان نشد وزير النقل اللواء كامل الوزير قال له أنا مش حمل خصم جنيه واحد. رقم واحد للمجند اللي أنا أخطأت في حقه، رقم اتنين طبعا للهيئة المؤسسات العسكرية بأكملها السيد رئيس الجمهورية السيد وزير النقل، بقدم اعتذار يعني اعتذار كبير جدا طبعا وعمرها طبعا ما هتتكرر تاني، وديت يعني غلطة مش هتتكرر. وللست طبعا اللي دفعت الفلوس اللي الست ديت طبعا جتنا فوق أما بقى المجند اللي اسمه عبد الله مسعد أحد أبناء مدينة المحلة الكبرى اللي الناس كلها أشادت بأخلاقه العالية جدا بسبب الفيديو اللي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قدرنا نوصل لأهله ولجيرانه واللي قالوا إن عبد الله راجل أو شاب يبتسم بالأخلاق العالية وكمان بيتجنب المشاكل وبيعول أسرته منذ الصغر، وكمان هو خريج دبلوم وبعد الدبلوم قرر إن هو يفتح مشروع صغير وهو كشك صغير، وبعد كده التحق بالجيش اللي بيعتز بيه جدا وبيفتخر ان هو من احد افراد القوات المسلحه. الان اهل مصر مدينه المحله الكبرى منطقه سوق اللبن من داخل شارع المجند عبد الله مسعد عنتر بطل فيديو القطار، منزل بسيط مقر سكن المجند عبده عنتر. ستلتقي أهل مصر مع جيرانه للحديث عنه وعن أخلاقه. صباح الخير. شفتوا الفيديو الخاص بعبده اللي كان موجود على النت؟ ده مش من مع حضرتك. عايزينك تكلمنا اول ما شفت الفيديو ده، شفته وحسيت بايه؟ تكلم عبد ابن حلال وطيب يعني جدع يعني وصل كل خير. ولما شفت الفيديو ده حسيت بايه؟ حسيت بفرحة طبعا. وظلم طبعا التمساك ده بيتعاقب اصلا. هم أسرة على قدها بسيطة، اشرح لنا حالهم عامل ازاي؟
هم كابح والده. تمام، والده متوفي ولا عايش؟ والدته متوفي. عنده كم اخ واخت؟ عنده هم ولدين، ثلاث هم بنت. ثلاث صغير من الصغير ولا الكبير ولا الاول؟ يعتبر الثاني. تمام، بتطالب بايه علشان حق عبده يرجع له كرامته اللي حصل معاه؟ هو لازم ياخد حقه ويكون سجل تعاقر، عشان ده مواطن. حتى لما معهوش فلوس المفروض اصلا ده واحد من الجيش، لما معهوش يقول له اتفضل، مش يقول ينزل وبتاع ولا حاجه، لانه اصلا كده المفروض هو يكون سجل بقى في حق الدوله. ما يتمسك من يتمسك بيه ويقول ينزل ده غلط. المفروض معهوش عادي، لو معاه ما هيدفع، ما يتمسكش بيه ويقول ينزل بتاع ده غلط. حضرتك من جيران عيلة عبده هنا في الشارع؟ طيب احكي لنا عن عبده وعن اخلاقه وعن عيلته. لا بصراحة هو شاب محترم جدا واخلاقه عالية، في نفس الوقت يعني ملوش دعوة بأي حد في الشارع، يعني راح في حاله وجاي في حاله. تمام، شفت الفيديو ده على النت؟ حضرتك شفت الفيديو؟ يعني حسيت بايه؟ يعني احكي لنا حسيت بايه لما شفت الفيديو ده وهو في الموقف ده؟ يعني لا طبعا هو طبعا احساس مش راضي عن الوضع اللي شفته حقيقي جد، لان طبعا ده راجل عسكري البنت لها احترامها، حتى لو هو المعادلة المفروض ما انت هنا من نشرة اخبار النهاردة، ورصدنا لكم فيها عدد من الاخبار المختلفة في عدد من المحافظات. تقدروا تتابعونا وتتابعوا كل الاخبار الحصرية اول باول ولحظة بلحظة على موقعكم اهلمصرنيوز.com. تابعونا.